تعرف ركوب الدراجة؟ إنك لا تستطيعين قيادتها، حتى لو تعلمت ركوبها فإنك لا تستطيعين قيادتها لأن تركيزك ضعيف. اسكت لو سمحت. أنا آسف. يا خسارة، لو كنت أستطيع ركوب الدراجة ولم لا أستطيع؟ كنت أتمنى أن لي واحدة أستطيع ركوبها. لم أكن أعرف أنها لا تعرف كيف تركب الدراجة. هذه أخبار تصلح للصحف. نعم، إنني أقرأ شيئا مثيرا الآن، سأسمعك فيما بعد. لا تهتم بسماعها، إنها عن نادين. ماذا؟ نادين؟ ماذا لديك عن نادين يا كعبول؟ ها؟ أخبرني. قسم الله، أخبرني أحدهم أنها لا تعرف ركوب الدراجات مطلقا. خذ احكي لي القصة كاملة. وقالت إنها ستكون سعيدة جدا إذا استطعت أن تصنع لها دراجة. طبعا ذلك لها، تعرف أني عبقري كبير. يبدو أن هناك تحديا آخر بالنسبة لي من أجل نادين. أتمنى لك التوفيق. قم، عليك أن تساعدني كما هي العادة. أعتقد ذلك، كيف ستصنع دراجة من هذه الأشياء يا عبقرينو؟ لا تشغل بالك، أترك هذا الموضوع للعبقري عبقرينو الموهوب. واحد، أتقصد هذه الدراجة؟ نعم صحيح يا سيد رفيعة. طبعا ليتني أستطيع مساعدتك. شكرا سيد رفيعة، شكرا. حسنا، أسعدني جدا أنك تصنع شيئا مفيدا لصحتك، ولكني كنت أود أن تخرج معي الليلة. طبعا سأخرج، ولكن في وقت آخر. هيا كعبول، هيا. قد اكتملت الآن. سأسمي هذه الدراجة دراجة نادين، سوف تبرهن على صداقتي لها من أول وهلة. إن شكلها لطيف، ما رأيك كعبول أن تأخذ جولة بها؟ صنعتها من أجل نادين؟ ها؟ نعم، ولكن جربها بنفسك، وأريدك أن تتذكر أن كل اختراع لابد من تجربته أولا. ألا تشعر بالفخر لأنك أول من يجربها؟ لا 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 لا. ليس هناك ما يجعلك تخاف يا كعبول، فإن هذه الدراجة مصممة بدقة لدرجة أنها لا تسبب أي أذى ينتج عن خطأ البشري. والآن ما عليك إلا أن تجربها، فهمت؟ هيا. نعم، أنت تعرف أنني كلبك المضيع. أنا جاهز الآن يا عبقرينو. لا داعي للمزاح، قل جديا. كيف سأنزل عنها؟ لا يجب أن تنزل، أرجوك افعل ذلك من أجلي. كل ما علي الآن أن أتحكم في هذه الدراجة بهذه الوحدة، وعلى ذلك فسوف تذهب أنت إلى أي مكان أريده أنا. جيدة جدا، لا داعي لاستخدام البدال إطلاقا. أنها تعمل بطريقة سليمة. الآن ارجع إلى الخلف. ها؟ إلى الأمام، إلى الخلف، إلى الأمام، إلى الخلف. إنهما يقومان بعمل مخيف. ما هذا؟ ما الذي حدث لها؟ لابد أنه قد تعطل. لا اذهب أيضا، لا تقتلني، لا تقتلني. لدينا أوكازيون اليوم. أهلا كعبول، تقول دراجة عبقرينو.
كل شيء على ما يرام. كفاك فتى. كفاك فتى. جاهزون؟ استعدوا. ساعدوني على الوقوف، سوف أتحطم. ساعدوني. والآن جاهزون، فانطلقوا عند الإشارة. واحد، اثنان، ثلاثة. لم أكن أعرف أنك مشترك في السباق. إن الفائز سوف يأكل البوزة طوال العام. لحقت به أخيرا. أنا هنا لمساعدتك يا كابول. لا تخف، لا تخف الآن، واهدأ، اهدأ كابول. ما الذي يحدث في هذه الدراجة؟ لا فائدة منها، قد يكون الأمر صعبا بالنسبة له، ولكن هذا ما أستطيع أن أفعله. ما الذي يحدث؟ انظر. ماذا حدث؟ إن كابول أصبح في المقدمة، معقول؟ ما رأيك في هذا؟ إنه مغناطيس عملاق. الجولة الأخيرة. شيء يسحبني. ماذا حدث؟ كان سعيد لنجاتك، أعرف مقدار الرعب الذي أصابك. حمدا لله على سلامتك. نسيت أن أقفل الجهاز. لن أكون بعد ذلك كلبك المطيع أبدا يا عبقري. لا تقل هذا يا كابول، لقد كانت مجرد غلطة بسيطة. كانت تعرف كل اختراعاتي أنفذها بعناية، عناية فائقة. أهنئك يا كعبول، هذه هي الجائزة لفوزك في السباق. هذه البطاقة تعطيك الحق في أكل ما تريد من البوضة. صحيح هذا الذي أسمعه؟ لا تحزن يا عبقرينو، افرح افرح يا صديقي. كعبول، ألا تظن أنني أستحق نصف هذه الجائزة؟ لقد عملنا سويا للحصول عليها. أنا الذي صنعت الدراجة، أنا الذي صنعتها. اترك. وماذا عن بضاعتي؟ ماذا حدث لدراجتي؟ ذهبت مع البوضة. من الأفضل أن نذهب الآن. هيا. نحن لا نمزح، هذا شيء مرغب. أريد أن أسترخي قليلا. وأنا أيضا. هيا إلى النوم. أنا لا أستطيع أن أحتمل أكثر من ذلك. لا يوجد شيء هنا. وسادتي أين ذهبت؟ ليست هنا. أنا هنا أيضا.
لا أستطيع النوم بدونها. لا بد أنها هنا. ها ها أين هي؟ لا بد أنها في مكان قريب من هنا. سوف أبحث عنها. أين ذهبت الوسادة؟ شيء غريب، أنا متأكد أني وضعتها هنا وبنفسي أيضا. أين ذهبت؟ ما هذا يا عكابول؟ ما هذا؟ تذكر تذكر. ما هذا يا عكابول؟ لماذا تنام هنا بهذا الشكل؟ إن هذا فراشي أنا، هاته فورا. هيا. أنا في حاجة ماسة إلى النوم، أرجوك اتركني أنام هنا. لديك وسادتك الخاصة بك. ليس لدي أدنى فكرة عنها، لذا فأنا أنام هنا. أنا متعب جدا. أرجوك أرجوك سوف أصنع لك وسادة غيرها لكي تنام عليها. هيا الظرف. صحيح، أنا سعيد جدا يا عسكري. شكرا. كابول، ها هي وسادتك، لقد أنهيت صنعها. إنها ستجعلك تشعر بالدفء عندما تنام عليها. نوم نوما هادئا. ها خذ. هل هذه وسادة حقيقية؟ لم أرى وسادة مثلها من قبل، إنها غير مريحة. قطط مشاكس. ومشاكس هنا أيضا. أنت أيها السخيف. إن هذا ملمسه ناعم ورقيق جدا يا كعبول. من الذي يهتم بذلك؟ إنها تبدو غاية من القبح، ولكنها ناعمة حقا. إنها جيدة يا عبقرين، جيدة. طبعا إنها أحسن وسادة نمت عليها. أريد أن أقول إن جودتها 100%، لذلك فهي إنها تطير. أنا لا أفهم ماذا يحدث. لقد قلت لي إن هذه أحسن وسادة، ولكنها كانت غير ذلك. لقد كسرت أطلاعها. يا لك من مخترع فاشل. سأصنع لك واحدة أفضل يا كابول. كابول. نعم. أنا أضمن لك هذه، خذ. هل أنت واثق؟ طبعا واثق. ولن تتكسر؟ لا لا، انظر إليها. ما هذا يا عبقرين؟ لابد أني وضعته في مكان ما قريب من هنا. ها هو، من الأفضل أن يكون لديك وسادة بزنبرك. سوف أستعمل واحدا من هؤلاء، أنا واثق أنه سيحبها جدا. طبعا هذه جيدة، أستطيع أن أجعلها تتحرك. هذا جيد. أستطيع استخدام بعض الأسلاك وأجعلها تدفئه مثل الدفاية الكهربائية. أنا أعرف أنني موكوب. أنا عبقرينه. إن المزاح يؤدي أحيانا إلى مآزق. إنها جاهزة يا كابول، خذها، ها هي. شكلها معقول هذه الوسادة، بالرغم بها زنبركات بالداخل، أتعرف ذلك؟ إلى جانب ذلك فإنها تبعث الدفء، فهي مزودة بجهاز للتدفئة. ولماذا لا تجربها أنت؟ زنبركات وسخان، يظهر أني سأعود إلى الشقاوة. حسنا، ما هذا يا كعبول؟ وسادة تدفئة، عبقرين أطلق عليها هذا الاسم. وسادة تدفئة، لابد أنها تجعلك تشعر بالدفء، لما لا نجربها؟ فعلا إنها جميلة ودافئة، وهي لينة أيضا. كعبول، ما رأيك بها؟ إنها مريحة يا عبقرينو، لقد اخترعت شيئا رائعا. حسنا. أنا أرتعد من البرد هذه الأيام. نعم، لكنك تعرفين أنني صنعتها من أجل. تستطيعين أخذها إذا كانت تعجبك، فأنا لا أريد مثل هذه الوسادة المضحكة. هل أنت واثق من هذا؟ شكرا على عرضك يا كعبون، أشكرك. لا 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 لا، يا لها من وسادة مريحة. لقد نسيت الطعام على النار. يا إلهي، لابد أنه قد نضج، من الأحسن أن أسرع. التليفون، لست أدري ما الذي يطلبني.
إنها جميلة ودافئة. هذا صحيح. نعم سوف أبقى هنا وأرى ما يحدث. حسنا أستطيع أن أستريح. يا إلهي، أو أنت يا مشاكس، إنك قليل الأدب. إنها وسادتي، هل فهم؟ لا أحب قطة في بيتي، أخرج من هنا. لقد كانت مثل المكواة الحديدية، إنها رائعة فعلا. سأضايقها، نعم سأضايقها. لا 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 لا، لقد حان وقت الشاي. إنها رائعة فعلا. كيف تخلى كعبول عنها؟ إنها تدفئني. نعم يا لها من وساد، ها تدفئني جدا. ها أش إذا كنت تريدين الماء فسأجيبه هناك. كنت أوشك أن أموت، كل هذا بسبب الكلب الغبي كعبول، إنه غشاش. كما يقول المثل، العين بالعين. هذه أحسن وسادة يمكن الحصول عليها. لا وألف لا، انظر إلى كل هذه المشاكل التي سببتها لي اختراعاتك. إن هذه تختلف قليلا عن الأخريات، انظر إليها نظرة فاحصة. لا أرى فيها أي شيء مختلف. مرحبا. أهلا نديم. ما الذي تفعله؟ أنا مشغول بأشياء لا تنفع ولا تصلح للشيء. قد حان الوقت لتتذكر ما تفعله. ما هذا يا عبقرينو؟ لن أتخلى عن اختراعاتي. إيه؟ هل هذه وسادة فعلا؟ طبعا إنها وسادة تلبس، تجعلك تستطيعين الذهاب لأي مكان وتنامين به. إنها اختراع دقيق. أشك في ذلك. عن طريق شد هذا الحبل تستطيعين أن تجعليها تكبر أو تصغر حسب الحاجة، أي مقياس تريدين. حقيقي؟ تقدمي لهنا وجربيها بنفسك. أحذرك يا نادين. أشد هذا الحبل. انظر. شيء عظيم، وأشعر بالراحة هنا. هناك حبل من الناحية الأخرى. إنه لن يفلح، لن يفلح. ساعدنا يا كعبول. ماذا فعلت يا عبقرين؟ أظن هذا يكفي، أليس كذلك؟ أنا واثق أنك ستأخذ هذه. لا أريدها يا عبقرين، لقد فارغ صبري من كل اختراعاتك، من فضلك كفى. هذا شيء مختلف، أتعهد لك بهذا، إن هذا أحسن اختراع اخترعته طوال حياتي. ها صدقني صدقني. عدت إلى الاختراع مرة أخرى. أولا وقبل كل شيء، فإنها مجهزة بجهاز الهزاز. أشعر بالنعاس. سأجد مكانا هادئا لأنام فيه. يبدو أن هذا المكان هادئ للنوم. حسنا، إنها مريحة جدا، سوف أغط في النوم. جلده أصبح سميكا. لقد أصبح عاجزا تماما. حسنا، سأستخدم المتفجرات لإيقاظه. نعم المتفجرات، هيا هيا معي. نعم Oh.